جفنت غفلا من الظلم ما زال القوم في كل معترك أنت حكوا بالقنا لحما على وطن أسماء سالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف هل زاحتهم لكل قرن إلى لحم العدا قرم سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتقم من كل منتجب لله معتسب يستو بمستعشر للكفر مجتلم أتفاوضت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة رحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبال بس عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مشتدم وسل حنين وسل بدر وسل أحد وسول هدف لهم أدهى من الرخم صلى الله عليه المسجد البيض حمرا بعدما وردت من الإذا كل مسود من اللمم والكاتبين بسفر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منأجم شاب سلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلام تهدي إليك الرياح النشر نشره فتساب الزهراء في الأكمام كل كميم من شدة الحزن من شدة الحزن طارت قلوب الغدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم وما تكن برسول الله نشرته إن تلقوا الأسد في أجامها تجمي ولا ترى من ولي غير متشير به ولا من عدو غير منقسم فلو لدوا بحرز التي كالليس هل نام الأجبل في أجامه كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خشم البرهان من خشم فاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعديل في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا أواقبه كأنني بهما هدي من النعم
يعني أطعت بين شباب الآلتين وما هجرت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشترك دينا بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبي أجلا منه بأجله يا بالله الحسن في بيعه وفي سلمه أنا حبيبك خير الخلق كلهم الله.